الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نتفق نسبيا مع الرأي الذي يرى بأن العجز الاكتواري المستقبلي بنفاد أصول الصناديق التأمينية حسب تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي أكدت على ارتفاع قيمة العجز الاكتواري في صندوق القطاع العام المدني وصندوق القطاع الخاص بشكل متسارع. نتفق على أنه لم يكن هذا العجز ناتجا عن عيب في القوانين الناظمة للتأمين الاجتماعي، بل في سوء بل فساد إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي سوء إدارتها لاستثمار أموال الهيئة، وهو ما سيتحدث عنه الدكتور جعفر. غير أن علينا أن ندرك أن السبب الذي جعل المواطنون بما فيهم المختصين والمشمولين بالتأمين الاجتماعي أن ينتابهم الشعور بالقلق على مستقبل رواتبهم التقاعدية بما صاحبه من رفض شعبي للانتقاص من المزايا التقاعدية هو تعديل قانوني تمثل في تقديم الحكومة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لنظره من قبل المجلسين بصفة عاجلة طبقا لنص المادة 87 من الدستور. مضمون التعديلات كما تابعتم تتمثل في إلغاء الفقرة جيم من المادة 8 من القانون، والتي نصت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون، وأحالت ذلك إلى اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة بأن أضافت إلى اختصاصها المنصوص عليه في المادة 6 ما يلي: الهيئة هي التي تحدد نسبة اشتراكات التقاعد، الهيئة هي التي تقرر منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، الهيئة هي التي تحدد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، الهيئة هي التي تقرر السماح بضم مدد افتراضية من عدمه. بمعنى آخر أن هذا التعديل يكون سلب حق السلطة التشريعية من هذه الاختصاصات التي تحددها وتشرعها بموجب قانون، وأحاله إلى مجلس إدارة الهيئة للتأمين تحددها وتشرعها بموجب قرار. ما أريد أن أصل إليه مما تقدم ولتحقيق الأهداف المرسومة لهذه الحلقة الحوارية بالوصول إلى مرئيات تقدم إلى الجهات المعنية وبالدرجة الأساسية إلى اللجنة المشتركة المكونة من الحكومة والمجلسين، وإنه على الرغم إن من أسباب ما تعانيه الصناديق التقاعدية من عجز متوقع مرده لسوء الإدارة وفسادها وتعثر الاستثمار، وهو من المحاور الرئيسية لهذه الحلقة الحوارية، فإن القانون يظل مع ذلك محورا هاما لها يتعين الخروج بتوصيات تتعلق به. ويمكن أن نحدد هذه الرأى أو التوصيات في المحور القانوني بما يلي: أولا، نرحب بما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين الحكومة والمجلسين في اجتماعها الأول بحفظ حق السلطة التشريعية بغرفتيها في إصدار التشريعات المتعلقة بالتقاعد، وهذا يعني أن الفقرة جيم من المادة 8 من القانون سالف الذكر التي نصت على أنه في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون يجب أن تكون بمنأى عن الإلغاء أو التعديل. ثانيا،
يتعين على اللجنة المشتركة حين أكدت في اجتماعها المشار إليه على عدم المساس بحقوق المواطنين وبمكافأة نهاية الخدمة أن تؤكد أيضا على عدم المساس في منح الزيادة السنوية على المعاش أو وقفها. يجب أيضا أن تؤكد إن في تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش والسماح بضم مدة افتراضية من عدمه، إذ تظل هذه الحقوق هي حقوق مكتسبة كما نص عليها القانون، لا يجوز الانتقاص منها. ثالثا، إن السؤال المطروح هنا على الحلقة الحوارية للنقاش هل يمكن أو من اللازم أن نخرج بتوصية أو رؤية بتعديل نسبة اشتراكات التقاعد؟ كما تعلمون إنه في عام 1986 صدر مرسوم بقانون رقم 20 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 76 بأن نص على ما يلي: تخفض، النص كما جاء في 86، تخفض الحصة التي يلتزم صاحب العمل الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 76 بسدادها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقدرها 11% إلى 7% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه، كما تخفض الحصة التي يلتزم المؤمن عليه الخاضع لهذا القانون بنسبة 5% من أجره الشهري، وذلك كله بالنسبة للاشتراكات عن التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ويلغى كل نص ورد في هذا القانون يخالف هذا الحكم، إذ يرى بعض الباحثين إن هذا التخفيض هو من أكثر الأخطاء كارثية التي أدت إلى وجود العجز. الموضوع مطروح للنقاش أمام. رابعا، إذا كانت العلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فهل هناك مشكلة قانونية في تشكيلها؟ هل ترى الحلقة الحوارية ضرورة وضع رؤية لتعديل القانون المتعلق بهذا التشكيل؟ كما تعرفون أن آخر نص قانوني صدر بهذا الخصوص عام 2014 نص على أنه يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس و14 عضوا على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، 3 أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقا للقانون، 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية، 2 من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وترفع الترشيحات إلى رئيس إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقا للمادة 5 من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد وجه جلالة الملك مؤخرا
في اجتماع مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنتهية ولايته وتطعيمه بكفاءات ووجوه جديدة تتحلى بالإمكانيات الإدارية العالية والمهنية الرفيعة والانضباط في إدارة هذه الصندوق المهم. الموضوع أيضا مطروح للنقاش، هل نحتاج إلى وجود رؤية بالنسبة لهذا التشكيل سواء من حيث أداة إصداره أو من حيث التعيينات الموجودة؟ خامسا، كما تعلمون أن القانون الذي ينظم الحق في التأمين الاجتماعي هو المرسوم صدر في سنة 76 رقم 24. تعرض هذا القانون لتعديلات وإضافات عديدة بموجب مرسوم بقانون أو بموجب قانون، بلغت حوالي 16 منذ إصداره وحتى عام 2015. وفي الحقيقة صعب علينا لضيق الوقت للقراءة الدقيقة لأحكام هذا القانون وتعديلاته، أو على الأقل الأحكام المهمة التي وردت فيه والتي لها علاقة بموضوع الحلقة، غير أنه من المهم أن يتم النقاش والحوار حول مواد القانون التي لها صلة بالموضوع، وأن يطرح من له معرفة بهذه المواد التي تحتاج لتعديل للمناقشة. يعني أنا أرى أن المواد التي تحتاج، من ضمن المواد التي تحتاج مثلا للنقاش، هي تلك المتعلقة بالتزام الدولة أو الميزانية العامة، وأشير إليها كما يلي: المادة 15 الفقرة 5 من قانون التأمين الاجتماعي نص على أنه من ضمن الموارد التي تتكون منها أموال الصندوق القروض التي تؤديها الخزانة العامة للدولة عند الاقتضاء إلى الصندوق لسد العجز الذي قد يظهر الذي يظهره تقدير المركز المالي اكتواريا. الفقرة الثانية من المادة 16 تقول: إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكفي الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء بقرار من بناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية منح الهيئة العامة قرضا لهذا الغرض أو زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه والتي يلتزم بها أحدهم وفقا لما يظهره الخبير الاكتواري في تقريره بشأن أسباب العجز. في 2011 صدر قانون رقم 27 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين، نص على أن هذا التعديل أو هذا القانون يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام القانون التأمين الاجتماعي هو 200 دينار شهريا، وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي مع عدم صرف أي تفرقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه. المادة الثانية من نفس القانون تقول: تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. إذا في وقت عندي نقطة أخيرة سادسا، هاي كلها مطروح للنقاش. سادسا، قد نتفق أيضا نسبيا مع الرأي الذي يرى أنه لا علاقة لتقاعد أعضاء المجالس المنتخبة أو تقاعد الوزراء بتقاعد المشمولين بالنظام
بالنظام التأمين المدني. غير أن على الحلقة الحوارية أن تلاحظ ما يلي: أن تقاعد أعضاء المجالس المنتخبة والوزراء يستنزف الميزانية العامة للدولة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وفي ظل الزيادة في الدين العام، وقد نص قانون 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء المجلسين والمجالس البلدية والقرار الوزاري المتعلق به، على أنه يخصص في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب مستقل بالصندوق تتكون أمواله من الاشتراكات التقاعدية الشهرية التي يسددها عضو مجلس النواب أو مجلس الشورى بنسبة 10% من المكافأة الشهرية، والاشتراكات التقاعدية التي تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 20% من المكافأة الشهرية للأعضاء، واشتراكات تأمين إصابات العمل الشهرية تلتزم الحكومة بسدادها بنسبة 3% من المكافأة الشهرية المشار إليها في البند 2. وقد كشف النائب عيسى الكوهجي في مقابلة له أجرتها صحيفة الأيام في مايو 2017 أن الصندوق تقاعد النواب والشوريين يكلف الدولة ما بين 60 إلى 70 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ قابل للزيادة الكبيرة وباستمرار مع تقاعد النواب ودخول آخرين، داعيا إلى الإسراع في التصويت على مقترح قانون كان قد تقدم به تمثل في أن يكون تقاعده على أساس آخر راتب تسلمه في عمله، أي النائب قبل أن يكون نائبا وليس على مكافأة النواب. كما كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن إجمالي تكلفة تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب خلال 8 سنوات ماضية بقيمة تقدر ب9 ملايين دينار، وذلك خلال السنوات من 2009 وحتى العام 2016. وفصلت الهيئة ذلك بأن تكلفة تقاعد أعضاء مجلس النواب خلال الأعوام ذاتها بلغت 5,960,000، في حين أن تكلفة تقاعد أعضاء مجلس الشورى بلغ 3,132,000. ثانيا، أن اللجنة المشتركة، لماذا نطرح هذا الموضوع في هذه الحلقة؟ أن اللجنة المشتركة قد أكدت في اجتماعها الأول على أنه تم بحث مقترح مقدم من الحكومة بتعديل معاش الوزراء بحيث تعتبر مدة خدمة الوزير في المنصب الوزاري امتداد لمدة خدمته في أي مواقع أخرى سبق له تولي مسؤوليتها، مع تسوية مستحقاته التقاعدية أسوة بغيره من الموظفين، وإلغاء استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاصة بالتقاعد. كما تم طرح داخل اللجنة المشتركة أيضا مقترح بتعديل معاش أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية باعتبار مدة عملهم البرلماني امتداد لمدة خدمتهم في جهة عملهم السابقة، وتسوية مستحقاتهم التقاعدية أسوة بعموم الموظفين. وكنا نأمل أن يكون هذا المقترح مطروحا على الناس على الكافة بتفاصيله حتى يتسنى لنا مناقشته. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.